عليكم، مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه. اليوم غادي نحضر معكم واحد الكيك كيجي رائع، كيك بالبرتقال والشوفان. بسم الله على بركه الله. نقول لكم المقادير: عندي جوج بيضات، عندي كاس ديال السكر سنيده، كاس ما عامرش، عندي كاس ديال العصير البرتقال، عندي نص كاس ديال الشوفان مطحون مزيان، وعندي جوج كيسان ديال الدقيق الابيض، وكاس ديال الزيت، عندي ساشي ديال لافاني، جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه. بسم الله على بركه الله. نبدا، اول حاجه نضيف البيض، السكر سنيده، انا درت كاس ما عامرش، وانتم على حساب، الا بغيتوا ديروا كاس عامر ديروا عامر. بسم الله على بركة الله. غادي نطرب هاد البيض والسكر مزيان ونرجع معكم باش ما ندير لكمش الضجيج او الصداع. من بعد ما خلطت السكر سنيده مع البيض حتى ولا على هاد الشكل هذا، دابا غادي نضيف هاد لافاني، غادي نحاول بعد ما خلطتها مزيان. دابا غنحيد هاد الطراب الكهربائي وغادي ناخذ غير الطراب اليدوي ونرجع معكم. بسم الله. دابا غادي نضيف الزيت شويه بشويه وانا كنخلط. نضيف دابا العصير ديال البرتقال، نضيف الشوفان، الشوفان خصو يكون مطحون مزيان حتى يولي بحال الدقيق. دابا غنضيف نضيف الدقيق نصف الكمية، لكم انا عندي هنا جوج كيسان ديال العنبة ديال الدقيق، نغربلو من الافضل الدقيق نغربلو، والخميرة ديال الحلوة حتى هي، ونخلط. دابا غنضيف الكمية ديال الدقيق اللي باقية لي ونغربلها حتى هي. ونبقى نخلط حتى يدخل الدقيق كامل مزيان ونرجع معاه. من بعد ما خلطت الكيكه ديالي مزيان وصبح القوام ديال على هذا الشكل هذا، ما تكونش العجينه قاصحه كتكون هكا. ها هو عندي انا هذا المول، دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق. ثم ديروا المول اللي موجود عندكم، سواء كان داير ولا مربع ولا اللي عندكم في الدار. دابا غادي نخوي هذا الخليط. بسم الله. نحاول نرفع الايد ديالي الفوق، غادي نخوي هاد الخليط كامل في المول ديالي وغادي ندخلو الفران. انا الفران عندي سخون، غادي نقص ليه ونخليها طيب من حتى نرجع لها. الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي اللي حضرت معكم اليوم، زينتها بهاد الطريقه هذه، زينتها بالشكلات الابيض وهاد الكركاع او الجوز، نتوما زينوها باش ما بغيتو او خليوها هكاك. كنتمنى هاد الكيكه تعجبكم، غير جربوها بنفس الطريقه، انا متاكده غتنال الاعجاب ديالكم. وما تنساونيش من لي لايك والكومونتيرات الزوينين ديالكم، وشكرا لكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.